ممكن معلومات بسيطة عنه، وإزاي لو في حد عنده فرصة أنه يشتغل في هذا المجال. هنتكلم عن الفايبر أوبتيك أو الألياف الضوئية. كلنا الحقيقة بقى عندنا دلوقتي أو أغلب الناس بقى عندها إنترنت سريعة قوي. الأول كانت كابلات النحاس، النهاردة بقى في كابلات اسمها كابلات ألياف ضوئية أو كابلات الفايبر أو الفايبر أوبتيك. يعني دي كابلات بتوصل الإنترنت، بيتم حطها أو وضعها أو يعني هي بنية تحتية بيتم وضعها في الأرض. ده باختصار اللي أنا فاهمه عن الفايبر أوبتيك. مش بس كده، عشان يبقى عندنا فايبر أوبتيك لازم يكون في فرص لتوفير فرص عمل للشباب. الفايبر أوبتيك ده متعملش لوحده عذرا، الفايبر أوبتيك ده بيتعمل في مصانع، والحمد لله في مصر عندنا مصنع عظيم جدا بيشتغل يمكن في مجال الفايبر أوبتيك، وبيصنع يمكن من 2017 أو 2016 وعامل شغل كبير جدا اسمه مصنع HitekNOFAL، موجود في المنطقة الصناعية في مدينة بدر. وكنا وطن رقمي راح عمل حلقة كاملة من هذا المصنع علشان ننقل لحضراتكم احنا قدرنا نوصل لإيه ونصنع إيه في مصر. مش بس كده، هم مبقاش يصنعوا في مصر، لا دول عندهم خبرة كبيرة قوي في مجال الفايبر أوبتيك وبدأوا ينقلوها للشباب المصري وينتقلوا للدول الأفريقية. كان عندنا مجموعة من المهندسين المصريين اللي بيشتغلوا في مجال الفايبر أوبتيك في HitekNOFAL راحوا الكاميرون وقدموا دورة تدريبية لعدد كبير من الشباب الكاميروني في وزارة الاتصالات والشركة الوطنية للاتصالات في الكاميرون، وكان الحقيقة عظيمة جدا انه يكون عندنا خبرة مصرية ننقلها للأشقاء الأفارقة. معانا النهاردة المهندس محمد مصطفى، وهو رئيس قطاع تنفيذ المشروعات في شركة HitekNOFAL، اللي يكلمنا ويبسط لنا كده الفايبر أوبتيك ده بيعمل ايه وايه اللي راح وقدموه للكاميرون. اهلا وسهلا بحضرتك يا باشمهندس. اهلا بك استاذ حسن، وحضرتك طيب بصحه والسلامه، بعد ايام عليك بخير يا رب. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يخليك. احنا في البدايه كده حابين يعني نوضح للساده المشاهدين يعني ايه الياف ضوئيه او فايبر اوبتيك. انا حاولت اشرح بس الحقيقه يعني على لا الله ينور عليك. طبعا طبعا اتفضل. بص، كابلات الفايبر اوبتيك هي دلوقتي اللي بدات تحل في العالم كله مكان كابلات النحاس. ماشي. كان زمان الناس كلها عندها شغاله كابلات نحاس، وعندنا كلنا في بيوتنا مثلا التليفون بيجي لك كابل نحاس لغايه الشقه. دلوقتي طبعا المتطلبات بتاعه الانترنت بقت عاليه قوي، والناس كلها عايزه سرعات عاليه وعايزه باندويتس او عايزه كوتا كبيره جدا جدا. النحاس مش هيقدر يديك الخدمه دهيا. يعني لو تفتكر اول لما بدانا النحاس خالص وبدانا الانترنت عندنا في مصر كان دايل اب مودم ونخش على الانترنت المجاني، فاكر حضرتك الكلام ده كله؟ 0.37 و3.9 السرعه تقريبا كانت يعني تعتبر صفر، السرعه كانت قليله جدا. فالناس طبعا كل شويه عايزه سرعات اعلى من كده، فدي ما كانتش بتديك. بدا بعد كده عندنا خدمه الاي دي اس ال كويس، اللي هي تحط كابين ام اس ام بقى وتبدا توصل للايه، بس برضو كان السرعه عندك ليميتد عشان كابلات النحاس كان دايما فيها مشكله. الحل في عشان تقدر تطلع في السرعه من السرعه القليله دهيا لسرعات اعلى ان انت تغير كابلات النحاس بكابلات الفايبر اوبتيك. ايه هي بقى كابلات الفايبر اوبتيك؟ خلينا نتصور مع بعض ان احنا عندنا بدل النحاس هنحط ازاز زجاج. تمام. السيكنس بتاعه او التخانه بتاعته قد شعر الراس. يعني بالمايكرومتر، يعني لو جبنا مثلا سيل متر قسمناه على 1000 هيديك ملي متر، خدت الواحد ملي متر ده وقسمته على 1000 تاني هيديك واحد مايكرومتر. فمتخيل التخانه اللي بنتكلم فيها. التكنولوجيا طبعا صعبه جدا في التصنيع. الديامتر بتاع كابل الفايبر او الفرعاية بتاعت الفايبر كويس من بره مثلا 125 مايكرومتر. فانت بتتكلم في حاجه يعني أدق من شعرة الرأس، ومن جوه هي عبارة عن إزاز. الميزة بتاعتها إيه؟ فيها مميزات كتيرة قوي قوي عن النحاس العادي اللي بنستخدمه على طول. أول حاجة إن هي دلوقتي بقت أرخص منه. النحاس طبعا في تصاعد مستمر. إحنا بس يعني أنا هسمع حضرتك، بس إحنا حابين نقول للسادة المشاهدين، فاكرين يا جماعة لما كان كابلات النحاس بتتسرق؟ بالظبط. دلوقتي اللي هيسرق كابل فايبر مش عارف يعمل بيه حاجه. دي نقطه تانية بقى كمان يعني قويه جدا جدا. يعني الساده المشاهدين دلوقتي اللي بيتفرج علينا وكان عنده انترنت وفجاه الانترنت قطع او التليفون الارضي قطع، يروح يدور يقول لك اصل كابل النحاس اتسرق. بالظبط، غيروا كابل النحاس بقى فايبر، تعالى كده اسرق في كابل الفايبر ده هتعمل بيه ايه. فاول ميزه عندك السرعه الرهيبه اللي بيديها لك. تاني ميزه زي ما حضرتك قلت ايه، انه مش هيتسرق، اللي هيسرقه مش هيعمل بيه حاجه. ده حته ازاز هيعمل بيه ايه؟ انما النحاس بيسيحه ويبيعه. بالظبط، بالنسبه له بلاستيك الكابل ولا اي لازمه. يعني لو لدرجه
ان احنا في بعض الغرف اللي في الارض بعد ما بنخلص الشغل بتاعنا كله بنقطع حته كابل ونسيبها فيها. ليه؟ الحرامي لما هيجي وهيبص على حته كابل معطيه كده هيعرف ان ده كابل فايبر مش نحاس، مش هيسرقه اصلا، بدل ما يقطعه بعد كده ايه ملوش لازمه فيسيبه بتوفروا عليه بالظبط كده. حلو. فدي برضو ميزه تانية من مميزات الكابلات الالياف الضوئيه الفايبر اوبتيك عن النحاس. صح. الميزه الثالثه السهوله جدا في التركيبات بتاعتها. في تكنولوجيا في العالم كله دلوقتي بدات تكنولوجيا تدفيع بالهواء لكابلات الفايبر لانها خفيفه. كابل النحاس ممكن يكون الكابل قد كده 2000 جوز، حاجه تقيله جدا محتاج عماله رهيبه. أيوة تشتغل صح فيه. صح صح. الفايبر اوبتيك انت عندك فردين ممكن يعملوا لك 8 كيلو وهم واقفين بالهواء. واحد واقف مكانه بمكنه معينه بيدفع الكابل بعد 4 كيلو يطلع له كابل الناحيه الثانيه، اللي الطرف الثاني يقول له الكابل وصل شكرا بس. خلاص. من غير اي ناس في النص اطلاقا. صحيح. فردين اتنين يعملوا لك 4 كيلو هم واقفين. التاني كابل النحاس عشان تعمل 4 كيلو انت محتاج بتاع 10 او 15 فرد. فطبعا وفر عليك في تكلفه الايه؟ صح، في تكلفه الانستليشن او التركيبات كتير قوي. الحاجه برضو التانيه ان هو صعب جدا ان انت تقدر تعمل عليه مش سرقه، ان حد يقدر يخش يعمل تجسس عليه. النحاس كان سهل، لو تفتكر كان ممكن اي مثلا واحد يخش على كابينه ويفتحها بطريقه معينه ويعملها مكالمات تليفون. صح. في الفايبر مستحيل. السكيورتي فيه عاليه جدا جدا. تمام. فكل دي مميزات كبيره قوي للفايبر عن النحاس، خلتنا كلنا نتجه للفايبر. تمام. وهو عباره عن ازاز، يعني في البدايه والنهايه هو ازاز، الصعوبه كلها في التصنيع بتاعه. تمام. الحمد لله عندنا مصنع في مصر. الحمد لله دلوقتي عندنا في مصر هنا مصنع بتاع HitekNOFAL ACADEMY طبعا وشغال، وبرضه بدا يعمل ماركت كبير في افريقيا عشان نبدا ان هو يصدر. طيب. بره. عظيم. يبقى احنا كده باختصار شديد يا جماعه وكل واحد بيتفرج علينا، هنقول لحضراتكم الفرق بين الفايبر اوبتيك وبين النحاس. الفايبر الاوبتيك دي تكنولوجيا جديده، زمان زي ما تفضل وقال الباشمهندس محمد كان الناس بتعتمد بشكل كبير على كابلات النحاس. كابل النحاس ده بيبقى موجود في الارض، اي حرامي كده عايز يكسب قرشين فيسرق الكابل ويمشي، وده كان بيحصل وكان كل الناس بتعاني منه. ففي الفايبر اوبتيك اللي هيسرق الكابل هو حته بلاستيك جواها حاجات ازاز مش عارف يعمل بيها حاجه، فهو الخسران هيضيع وقته على الفاضي الحرامي يعني. ده اول حاجه. تاني حاجه بيوفر سرعات عاليه جدا. الناس النهارده كل الناس او اغلب الناس ولادهم في مدارس محتاجين انترنت سريع، ولادهم بيشتغلوا او حضرتك بتشتغل عن بعد محتاج انترنت سريع، عندك سمارت تي في وعايز تتفرج على فيلم على اي حاجه الترفيه بشكل عام عايز انترنت سريع، وبالتالي في النحاس ما كانش هينفع السرعه دي تبقى موجوده، في الفايبر اوبتيك بقت متاحه وموجوده. كمان السكيورتي مكان صعب جدا انه حد يتجسس عليك لو انت بتستخدم كابلات الفايبر، ما فيش حاجه مستحيله بس هو صعب، لكن في النحاس كان ممكن يسرق خط تليفون يعمل له بيه 5-6 مكالمات في اليوم، ممكن كمان يعني يوصل انترنت. صح كده؟ بالظبط. طبعا يعمل كل اللي عايزه. احنا عندنا دلوقتي زي ما صدقك اتفضلت وقلت عندنا مصنع، لكن عندنا اكاديميه لتدريب الشباب وتاهيلهم للعمل في مجال الفايبر اوبتيك. كلمنا اكتر عن اكاديميه HitekNOFAL للشباب او تاهيل الشباب للعمل في هذا المجال. HitekNOFAL ACADEMY طبعا هي جزء من HitekNOFAL سوليوشنز. دي بتعتمد في البدايه هي بدات اول لما بدات خالص كانت وكيل للاف او اي او الفايبر اوبتيك اسوسيشن. دي مؤسسه غير هادفه للربح، مقرها الاساسي في امريكا. تمام. المؤسسه دي هي المتعاقده مع HitekNOFAL ان هي الوكيل الحصري ليها في مصر. فأي حد بيكون عايز ياخد شهادات وبحيث ان هو يكون سيرتيفايد معاه شهاده موثقه عالميه ليها نمبر، اي حد عايز يتشك عليه يقدر يتشك عليه ان هي مثلا سليمه او كده، مش هيلاقي مكان يقدر يديها له غير HitekNOFAL ACADEMY، عشان خاطر هي الوحيده اللي ليها لايسنس انها تقدم لك الامتحانات وتمتحن وتنجح وتشرح لك وهكذا. برضو الميزة في HitekNOFAL ACADEMY انها مش بتدي كورساتها نظريا فقط، لان طبعا بالتعاون مع HitekNOFAL سوليوشن وHitekNOFAL اوبتكس بتاخد الفرق اللي بتيجي تتدرب عندها بتنزلها المشروعات المختلفة عندها بقى. صح. تقدر توديها التيمات وهم شغالين بنفسهم، توديها المعامل اللي بتصنع فيها الكابلات والباتش كورد والمعدات كلها بالظبط، توديها زيارات للمصنع وتوديها زيارات للمواقع وهكذا. غير التريننج النظري اللي بتقدمه HitekNOFAL ACADEMY للمتدربين اللي بيتدربوا عندها عشان يكونوا سواء مهندسين او مديرين او فنيين، احنا برضو بيجي لنا في HitekNOFAL ACADEMY مختلف الفئات، يعني من اول المديرين لغايه الفنيين. فبنديهم كمان تدريبات عمليه، بمعنى بننزلهم يلحموا بايديهم الكابلات. طبعا لحام كابلات الفايبر الازاز اللي بالسكنس او السمك القليل جدا دهيا مش سهل خالص، عمليه معقده وبتستخدم مكن مكلف ومكن معقد. فالتريننج لما بيكون عملي وبيقعد يلحم عليه مره واثنين وثلاثه وعشره بيطلع هو فعلا سيرتيفايد ان هو يقدر يقول انا مثلا سي فوت او سيرتيفايد فايبر اوبتيك تكنولوجيز، انا خلاص انا سيرتيفايد ان انا اشتغل في المجال ده هو.
ولو مدير يقدر يقول برضو انا سيرتيفايد خلاص ان انا ادير مشروع بالحجم ده هون، لان احنا بندي عدد كبير من الكورسات، في الكورس البيزك اللي هو بتاع السي فوت، في كورسات مخصصه في الانستليشن، كورسات في الاف تي تي اتش اللي هي فايبر تو ذا هوم، كورسات في الاو اس بي الاوت سايد بلان الشغل الخارجي، كورسات في الشغل الداخلي، كورسات بس في اللحامات، كورسات بس في الاختبارات في التستنج، وفي كورسات في الديزاين. في عندنا مثلا مهندسين بيقول لك انا هتخصص ديزاين، انا مش هنزل مواقع ومش هشتغل، فبيجي ياخد عندنا الكورسات بتاعه الديزاين اللي هو ازاي يقدر بقى ان هو يصمم مثلا منتجع كامل يوصله شبكه فايبر كلها بالظبط في شبكه الياف ضوئيه للمنتجع كله بالكامل وهكذا. فبتديهم مختلف الكاتيجوريز اللي يقدروا يفكروا فيهم، انا عايز اتخصص هنا ولا هنا ولا هنا. او في الاول بياخد الكورس المبدئي السي فوت، وبعديه يبدا يشوف هو حابب ان هو يكمل في انهي مجال فيهم. طيب عظيم جدا. انا لو شاب وعايز التحق باكاديميه هاي تكنوفال اعمل ايه؟ بكل بساطه بتقدر تخش على الويب سايت بتاع هاي تكنوفال وتبدا ان انت تسجل ان انت عايز تاخد الكورس فيها. بيتواصل معاك حد من الاكاديميه من الماركتنج، يبدا يكلمك على رقم التليفون، انت هتسيب طبعا اسمك تليفونك الايميل بتاعك، بيبدا يتواصل معاك لغايه لما بيقول لك في ميعاد مثلا كورس او في تريننج هيكون في الميعاد من فتره دهين الفتره دهين، هل انت فاضي فيه؟ لو فاضي فيه بتقدر تيجي بقى للاكاديميه نفسها وتملى الابلكيشن وبتبدا ان انت تتفق على الميعاد وتمضي عليه، خلاص تبدا تيجي تحضر. مقابل ولا مجانا؟ لا ده بيكون بمقابل، بس بمقابل بسيط، مقابل رمزي، لان ده بيفتح لك مجال كبير قوي في سوق العمل. سوق العمل اصبح صعب جدا، فايه عشان تقدر تلاقي فرصه كويسه محتاج تكون شهاده وشهاده عاليه كمان. طيب ننتقل لحته مهمه جدا بقى عندنا او عندنا في هايتكنوفال خبره كبيره قوي او كده هوت، وابتديتوا تنقلوا الخبره دي للاشقاء الافارقه. كنتوا في الكاميرون يمكن اول الشهر ده، فحابين نعرف ايه اللي حصل، رحت الكاميرون؟ بالظبط. التيم بتاعنا بصراحه عمل كمان شغل كتير، احنا كان معانا فنيين مهندسين كل الناس كنا هناك عشان خاطر نديهم التريننج كامل. هم بصراحه خدوا اكتر من كورس. الموضوع بدا منين؟ كان في شركه كامتل اللي هي كامتل، الشركه الوطنيه للاتصالات في الكاميرون، بالظبط زي عندنا كده شركه وي مثلا، بالظبط مصر للاتصالات. فدي كان عندها بعض المشاكل اللي بتقابلها في الشبكات بتاعتها، مشاكل كتيره ومش قادرين ان هم يحلوها، والمهندسين عندهم او التكنيشنز برضه او الفنيين يعني مش سيرتيفايد قوي ان هم يقدروا يدوروا على المشكله ويلاقوا لها الحل الصح ويكونوا واثقين فيها. ممكن يجروا وما يقدروش يوصلوا اللي هم عايزينه. حلو. فلجأوا للوزاره عندهم، كانت وزاره الاتصالات برضو فديتهم منحه ان هم يقدروا يجيبوا شركه تيجي تديهم تريننج. فكان اول حاجه ليهم ان هم يقدروا يدوروا على الاكاديميه اللي هتيجي تدي التريننج عندهم. طبعا بداوا يدوروا، راحوا للفايبر اوبتيك اسوسيشن، كان عندهم كذا أكاديمية بتتكلم نفس اللغة بتاعتهم، اللغة الفرنسية هناك في الكاميرون كويس، ومع ذلك هم فضلوا ان هم يجوا لشركة برضو مع اللغة الأساسية بتاعتها مش فرنساوي، اللغة الأساسية بتاعتها عربي كويس، ولكن عندها الخبرة الكبيرة اللي تقدر تديهم تنقل لهم الخبرات اللي عندها عشان يحلوا المشاكل دي كلها. احنا بنعرض للسادة المتابعين والمشاهدين صور من الدورة التدريبية اللي قامت شركة هاي تكنوفال أو هاي تكنوفال أكاديمي بتقديمها للأشقاء الأفارقة في مجال الألياف الضوئية. المهندس محمد مصطفى كان معاه الفريق بتاعه موجودين هناك في الكاميرون لمدة كام يوم؟ كام يوم يا باشمهندس؟ كانت تقريبا أسبوعين. أسبوعين تقريبا. لأن هم خدوا كورسين مش خدوا كورس واحد. فده خدوا نظري وعملي. زي ما حضرتك يعني حضرتك شايفين وبتتفرجوا أهو، ده شكل من الصور أو الحضور اللي كان موجود في هذه الدورة التدريبية للحصول على المادة العلمية المختلفة الحقيقة اللي بتقدمها هاي تكنوفال في مجال كابلات الفايبر. اتفضل. ودي برضو ما كانتش اول مره، احنا قبل كده طلعنا عندنا برضو قصات في الكويت، وقبل كده جالنا ناس من الاردن. احنا دايما الوطن العربي كله بيحب اكتر من ان هو يروح لاي شركه تديله الكورسات دهين، لا كان بيحب اكتر ان هو يروح لشركه عندها الخبره الكبيره. يعني هاي تكنوفال تقريبا حوالي 40 سنه خبره في المجال بتاع الالياف الضوئيه، فدايما الشركه اللي عندها خبره تقدر تديها احسن بكتير قوي من الشركه اللي عندها بس النو هاو تمام، او العلم مش اكتر من كده. صح صح. الخبره العمليه، الخبره العمليه. هم كانوا محتاجين اكتر لدرجه لما كنا بنديهم الكورس هناك لما تيجي حته عملي يقول لك بس وقف لي هنا، انا عايز ايه اركز على الحته دهيا، اشتغل بايدي بقى. بالظبط، عايز اشتغل بايده. فعشان كده كنا واخدين معانا الاجهزه كلها والمعدات كلها، وعندنا المشرفين كانوا قاعدين معاهم واحد واحد لغايه لما يقول له بس انا كده تمام. دي اكتر حاجه بسط الناس هناك ان هم عرفوا ان هم يشتغلوا بايدهم، كانوا مبسوطين جدا من الموضوع ده. حلو قوي. في يعني الفتره اللي جايه هتشهد مثلا تقديم دورات تدريبيه لاشقاء الافارقه في اي دول جديده؟ ده حقيقي.
هما كمان لما اتبسطوا بالكورس طلبوا مننا كورسات ادفانس تانية بقى في حاجات ايه تانية اكتر من الكورسات المبدئيه دي. احنا كنا ادينا كورسين بس، هم قالك لا احنا عايزين كمان نخش في كورس الديزاين وعايزين نخش في الاف تي تي اتش، فطالبين اكتر من كده. بالتوفيق، ربنا يخليك. كلمني بقى عن الرحله. رحله الكاميرون. بص، هي رحله كانت في ياويندي، تمام. التريننج عندهم كان في المقر بتاع النادي بتاعهم في ياويندي، كويس. هي بلد طبعا يعني ايه مش هينفع ان هي تقارن بمصر، بلد برضو بلد جميله، انما البنيه التحتيه عندها صعبه شويه. يعني لا مش بعيده شويه عن مصر، تمام. البنيه التحتيه صعب شويه، الجو تقريبا معظم الوقت بيكون ممطر، درجه الاستوائي درجه الحراره موجوده وعاليه والجو ممطر، فالجو كان غريب. انما الناس نفسهم كويسين، ويعني ايه هم عارفين ان هم جايين يتعاملوا مع حد جاي يديهم ماده علميه وجاي يقول لهم خبرات، فكانوا سعداء جدا بالموضوع ده. هو انت عارف ان انا رحت كينيا في 2014، كانت بلد جميله. كينيا بلد جميله وبلد سياحيه جميله، يجي لها السياحه، فيها مناظر جميله وكل حاجه. طبعا طبعا. طيب الكاميرون شبه كينيا كده ولا؟ لا الكينيا الاكل هناك عامل ازاي بقى؟ لا يعني الاكل هناك الى حد ما مقبول، يعني يعتبر مقبول، انما مش زي طبعا مش زي كينيا. يعني لا كينيا اصلا عشان بيجي لها سياح من كل حته فعندها فرايتي جامد جدا. طيب هنرجع بقى للفايبر اوبتيك. قول لنا طيب، يعني هل في كورسات قريب ممكن الشباب يلتحقوا بيها، الشباب المصري؟ عندنا في HitekNOFAL المفروض ان في كورس هيكون هيتقدم بعد العيد بحوالي 3 اسابيع، كويس. مجرد عندنا ما بيكمل الكورس بيبدا يعلن عنه، تمام، تبدا الشباب ان هي تقدم فيه ويخشوا على طول. ولو في عدد كبير قدم قبل ميعاد الكورس بنعمل لهم كورس مخصوص، ويطلع لهم الانستراكتورز ويتحدد لهم المواعيد العمل اللي بيروحوا فيها والمواعيد بتاعه المصنع. طبعا مش اي حد هيقدر يوديك مصنع بتاعه، لان مش حد عنده مصنع. فعشان يبدا يشوف الفايبر بيتصنع قدامه ازاي على المكن وعلى الاجهزه، ويبدا يوريك وانت شغال في الموقع بتاعه، تشتغل بايدك، تدفع كابلات بايدك، تعمل تكنولوجيا بايدك، كل ده مش اي حد يقدر يديه لك. انما عندنا بنديهم النظري والعملي والتصنيع كمان. تمام. طيب دلوقتي تصنيع نظري وعملي، والفايبر والمصنع موجود في مدينه بدر. في مدينه بدر. حابين تكلم الساده المشاهدين اكتر عن يعني امكانيه انه يكون موجود في هذا المجال، مجال جديد ما حدش كتير يعرفه. الناس مش يعني ممكن ما يكونش عدد من الشباب فاهم ممكن يستفيد من ده ازاي، ممكن يوفر له فرصه شغل ازاي، فحابين نفهمه اكتر يعني. بص، زمان خالص مثلا من حوالي 12 سنة كان في مثلا لحامين بتوع نحاس قدام، أول ما بدأ تكنولوجيا الفايبر أوبتيك تبدأ إن هي تكون موجودة وشغالة وتبدأ تنتشر، قالوا لا إحنا هنفضل شغالين نحاس زي ما إحنا، مش هنتعلم حاجة جديدة، هنفضل إيه على اللي إحنا عليه. برضو إلى حد ما الناس دي يعني ما طورتش من نفسها فوقفت. المجال دلوقتي اللي بيحصل له بومينج في مصر وبره مصر، يعني في الشرق الأوسط كله وفي البلاد العربية والبلاد الأفريقية، هو تحديدا مجال الفايبر اوبتيك. فدي حاليا لو انت مثلا سي مهندس او خريج جديد او فني وحابب ان انت تبدا في مجال كويس، حاليا مجال الفايبر اوبتيك فعلا بينفجر في العالم كله. يعني دلوقتي العالم هيبدا يعوم على كابلات من الفايبر، ده الاكسبريشن اللي بدا ينتشر جدا، العالم هيعوم على كابلات من الفايبر بعد كده. فده مجال كويس او انك تبدا بيه. اول حاجه عشان خاطر تثقل نفسك سواء في المجال الفني او في المجال الهندسي او في المجال الاداري، ممكن ان انت تبدا تاخد كورسات زي حاجات كده زي HitekNOFAL ACADEMY والكورسات دي كلها، تبدا ان انت تفكر تاخد او حتى تتعلم لو عايز سيلف ستادي، بس ركز في المجال ده لان المجال ده كويس جدا. اول حاجه لو خدت فيه كورس تبدا بعد كده بالشهاده دهيا، ممكن الناس هي او الشركات هي اللي بقى تدور عليك، لان ساعات جدا بتجي لنا شركات تقول لنا ايه عايزين مثلا التيمات اللي جت خدت تريننج عندكم، عايزين بس الكونتاكت ليست بتاعتهم عشان نقدر احنا ايه نعمل كونتاكت معاهم ونطلبهم يجوا ايه يشتغلوا عندنا. برضو في شركات تانية بتيجي تقول لنا زي شركات البترول تحديدا، بتقول لنا ايه احنا عايزين معلش الاكاديميه عندكم تيجي تدي تريننج زي مثلا ل 10 مهندسين و10 فنيين عندنا، عشان خاطر احنا عايزين نثقلهم في الحته دهين وعايزين نطور اداره الايه الفايبر اوبتيك عندنا. تمام. مع انها شركات بترول. شركات البترول بتستخدم الفايبر اوبتيك في ايه بالظبط؟ في كل شغلها. يعني مفيش خط مثلا بترول بيمشي من مكان لمكان الا لازم يكون معاه كابل فايبر، حتى لو 200 كيلو 140 كيلو 80 كيلو بيكون معاه كابل فايبر بسبيكس معينه بيكون موجود. ودلوقتي كمان في تكنولوجيا جديده لسه طالعه. يعني الخط البترول ده بيمشي معاه كابل فايبر، يعني طبعًا. ده بيديله ايه الارم يعني لو في مشكله ولا في حاجه؟ خط الفايبر بطوله كله بيكون فيه غرف بلوف في النص. تمام. طب لو حصل عندك مشكله عايز تقفل غرفه البلوف بالظبط، تقفلها ازاي؟ لا
في اجهزه بتتحط ان وانس ان التسريب حصل كويس تقدر تقفل غرفه البلوف عن طريق كنترول بكابل الفايبر وانت قاعد في التليكوم روم في الشركه عندك في القاهره مثلا. بدون اوردر بدون ما يعني هي لوحدها هتقفل بالظبط. بتديها الاوردر هي بتقفل لك غرفه البلوف. صح. طبعا دي بتوفر لك بقى ان انت عندك واحد 24 ساعه قاعد كده فما بيعملش حاجه خالص في الغرفه ان هو يقفلها لك بايده. تمام. ده لو ما لحقش ده تبقى مشكله. بالظبط. حاجه تانية التكنولوجيا الجديده بتاعت السنسنج كابل الفايبر نفسه دلوقتي في بعض السرقات بتحصل على خطوط الغاز او خطوط السولر عفوا السولر صح. او خطوط صح. البنزين بيجي الناس ويعملوا صب بطريقه معينه بيخرموا وياخدوا منها والعربيه تروح وغالبا بيحصل حوادث وبيحصل مشاكل كبيره جدا. الفايبر اوبتيك او الكابل ده بيساعد في الابلاغ بسرعه عن اي حرامي بيسرق جهاز. لا الكابل ده بقى بيعمل بيحبس الراجل ميجة رهيبه. لا 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 مش للدرجه دي. بص اول حاجه بتحط اجهزه استشعار كويس في البدايه والنهايه بتاعتك فقط لا غير وبتحط كابل الفايبر بسبيكس معينه مع الماسوره. صح. الكابل ده بيقول لك لو في حد ماشي على الخط برجليه بيقول لك في حد ماشي عند الكيلو بوينت 23540 لو في عربيه يقول لك في عربيه لو في حد بيحفر حفر يدوي بيقول لك في حفر في حد بيحفر حفر يدوي لو في مثلا حد دخل بحفار بيقول لك بس هنا في حفار ويبدا يديك الارمات تعرف ان في ناس داخله وبتحفر هنا فقبل ما يوصلوا للخط بتاعك انت بتبعت على طول القوات وتقبض عليهم. حلو. فهو وداك في حته تانية خالص وبتعمل اختبارات كتيره قبل ما الخط يشتغل وبتلاقي فعلا التكنولوجيا دي رائعه وشركات البترول كلها رايحه لها الفتره القريبه جدا حتى اللي عنده خط وما فيش في التكنولوجيا دي بيحفر ويحط عشان خاطر يشغل الخدمه دي عشان يبقى رائع جدا عندهم. المهندس محمد احمد مصطفى. اهلا بيك ابو محمد مصطفى زي ما حضرتك عايز. انا بشكرك جزيل الشكر حضرتك نورتني. شكرا لله. والحقيقه يعني كانت حلقه يعني شيقه الحقيقه وكان فيها كم كبير من المعلومات قدرنا نوصله للساده المشاهدين. بشكر حضرتك. مشاهدي برنامج وطن رقمي ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي باذن الله هيكون يوم 27 رمضان. في بداية شهر رمضان المبارك أعلننا عن إطلاق مسابقة لتكريم حافظة القرآن الكريم. الحقيقة يعني هو احنا مش بنكرمهم هم اللي بيكرمونا ان هم هيقبلوا هذا التكريم فده تكريم لينا احنا ان هم يقبلوا تكريمنا ليهم. الحقيقة كمان أطلقنا هذه المسابقة السنة دي والأول مرة في يعني إحدى قرى محافظة الشرقية في النصرية وصن الحجر وعدد من القرى المحيطة نظرا لأنه دي طبعا بلدي وكنت لازم ابقى يعني مدير يعني ارد لو جزء صغير من فضلهم عليا فكنا ابتدينا نعمل ده السنه دي ويمكن ربنا يكرمنا خلال السنين اللي جايه نتوسع يمكن في الجمهوريه كلها يا رب ان شاء الله. هيبقى احنا موجودين في اليوم ده وهننقل لحضراتكم ان شاء الله باذن الله تفاصيله علشان حضراتكم يعني تفرحوا معانا في اليوم الجميل ده. هي كان اسمها المسابقه ليله القدر يعني مسابقة ليلة القدر إن شاء الله يبقى الجوائز يوم الخميس اللي جاي. شارك معنا في المرة الأولى 162 طالب الحمد لله بفضل الله 162 طالب شاركوا معنا في المستويات المختلفة يمكن كانوا أربع مستويات. المستوى الأول كان حفظ القرآن كاملا وبعدين نص القرآن وبعدين ربع القرآن وبعدين خمس أجزاء وبعدين ثلاثة أجزاء يبقى خمس مستويات. 162 طالب شاركوا في هذه المستويات المختلفة وإن شاء الله بإذن الله الخميس ده هيبقى يوم جميل بإذن الله هنحاول ننقله لحضراتكم. أنا الحقيقة عايز أشكر فضيلة الشيخ السيد وكل السادة الأفاضل من المشايخ اللي ساعدونا في يعني عمل اختبارات للشباب دول بإذن الله بشكرهم جزيل الشكر وبشكر كل الناس اللي ساعدتنا وبتساعدنا وبشكر حضراتكم على طيب المتابعة. نلقاكم يوم الجمعة اللي جاية في حلقة جديدة من برنامج وطن رقمي. كل سنة وحضراتكم طيبين.